امتلأ المسجد بالعالم نسوان ورجال، كل وحدة راس ويفرجوني بالله، فرجوني اشوف حالة علي بن ابي طالب، فرجوني خليني اشوف امامي بها حالة، وراس امير المؤمنين في حجر ابن الحسن يمسح الدم عن وجهه يوحي ولا يتوحى ابدا عليه ابدا عليه. انا ابنك الحسن، وقامت دموع الحسن تتحرر على وجه امير المؤمنين افاق، واذا ابنه الحسن قد قرحت عينا من البكاء. اخذي سكتين صبرا، تفوت بعدي مسموم بالسم، واخوك الحسين يموت مقتول بالسم. صرخ الحاضرون وعليا وقلبوا يا ضربة القشرة يا ضوي من بها دموعه
الحسين بني ربط الله قلبك بالصبر وأجزل لك ولإخوتك عظيم الأجر فسكن روعتك واهدأ من بكائك الذي أبكاني فراقك سيدي ولا أدري في الجنة أنا أضيع من بعدك
سعداء وسكتة. صار يوم يوم العشرين، يوم العشرين اجت الناس للزيارة. أبا الحسن شيعة يوم الزيارة تعلن لهم يخلي يدخلون. اجوا لزيارته، زيارة المريم، دخلوا عنده خلي يفكرون شلون انتو سكتتكم يا معاشر الشيعة، سكتون عن علي بن ابي طالب تخلونه، ما عندكم حيلة، ما عندكم تدبير، ما عندكم دواء، ما عندكم علاج، ما عندكم طبيب. بلى اكو طبيب يقال له الأثير بن عامر، كان يعالج الجراحات الصعبة. طيب الله رسله خليجي، خلي طبيب حاذق، هو طبيب حاذق، خليجي يشوفه. أرسلوا إليه، إجا هذا طبيب حاذق. الآن أراد أن يجس الضربة، يعرفها بيعلاج، يوم ما بيعلاج يريد يفحص مريض الفحص. الآن أمر بشاكله بحد، طلعوا من الرياح، أخرج منها عرق من ريتها. قال أبا محمد حلوا العصابة، فكوا الضربة، أخذوا يحلون العصابة. الحسين مسند لأبيه إلى صدر والحسن يحل العصابة، حلوا العصابة، أخذ العرق الطبيب وأرسل بالضربة. صبر عليه مدة يسيرة، ثم بعد هذا طلع العرق، أخرج العرق. الناس أعينهم ممدودة في وجه الطبيب، شوفون الطبيب شنو أنفاسه، شنو أنفاس الطبيب ونكبرة ألوانه. هو طلع العرق وإلى قد تكلل بدماء أمير المؤمنين، اصفرت ألوانه وخرس لسانه. طبيب والله خبرني بالشيء